كويس خلاص شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم على موضوع مهم جدا، هو موضوع الهايبر سنسيتيفيتي. حنتكلم عليه ان شاء الله في المحاور التاليه. لابد اليوم في نهايه المحاضره ان شاء الله نكون جميعنا عارفين ايش هو ديفينيشن ان جنرال للهايبر سنسيتيفيتي، كيف نعمل كلاسيفيكيشن للهايبر سنسيتيفيتي. حنتكلم بعدين على تايب 1، حنقول الديفينيشنز لتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، حنتكلم على الميكانيزم كيف بيحدث تايب 1، الامر الاخر الديزيز الكوز باي تايب 1 اي شيء، حنعمل لاب دياجنوسيس وحنعمل مانجمنت، وفي النهايه حنعمل تقييم لانفسنا، وان شاء الله تكون الامور باذن الله سهله. احنا في المناعه في الفتره السابقه اللي اخذتوها في المناعه لها فوائد كبيره جدا. من فوائد هذه المناعه انها تخوض حرب ضاريه وتخوض حرب ضخمه. هذه الحرب تستطيع من خلالها انها تعمل اوفر كومينج على المايكروبيال انفكشنز. واحنا في المحاضره السابقه تكلمنا باستفاضه كيف الاميون سيستم يتغلب على الاكسترا سيلولر اورجانيزم، كيف الاميون سيستم يتغلب كمان على الانترا سيلولر، وكيف يتجاوز الفيروس، وكيف يعمل يتغلب على الفانجاي. فالاميون سيستم يخوض معركه كبيره. مش كذا وبس، الاميون سيستم له دور في البروتكشن اوف تيومر. لكم ان تتصوروا احنا كل لحظه من اللحظات يحصل امرج في خلايانا احنا الناس الطبيعيين لتيومر سيل، الاميون سيستم حقنا قادر انه يعمل اريديكيتد ويعمل ديسترويد للتيومر سيل. فالاميون سيستم هذا بيقاتل قتال غير عادي بحيث انه يستطيع انه يحافظ على الجسم المسؤول عنه. وكما تعرفوا انه في اي قتال وفي اي حرب لابد من ضحايا، ضحاياها في الاميون سيستم هو تيشو دامج. احنا اللي تعرضنا عليه في السابق هو حقيقه الوجه الكويس للاميون سيستم. لكن من الان وصاعدا هنتكلم اذا جاز التعبير ما هي عيوب الاميون سيستم، ايش العيوب اللي حيعملها الاميون سيستم المتمثله في التيشو دامج. التيشو دامج ده في عده ميكانيزم الاميون سيستم يعملها عشان يحدث تيشو دامج. اول ميكانيزم نسميها الانافلاكتيك رياكشن، ثاني ميكانيزم يعملها سايتوليتيك رياكشن. السايتوليتيك نعملها نقول عليها تايب 2، والانافلاكتيك نقول عليها تايب 1، والميكانيزم الثالثة نسميها اميون كومبلكسس هي تايب 3، والرابعة نسميها سيل ميدييتد اللي هي تايب 4. اذا في 4 ميكانيزم بواسطتهم الاميون سيستم يعمل تيشو دامج. طيب جميل، هذه الرياكشنز وهذه التايب اللي قلنا عليهم تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4 هم اللي بيؤدوا في النهايه الى هايبر سنسيتيفيتي، الى اوتو اميون ديزيزز، الى الجرافت ريجكشن. اذا يحصل اوتو اميون ديزيز معظم الميكانيزم ديو تو تيشو دامج، ديو تو هايبر سنسيتيفيتي. ولذلك لابد نفهم الهايبر سنسيتيفيتي بالتفصيل عشان لما ننتقل الى الى الاوتو اميون ديزيز وننتقل الى الاورجان ترانسبلانتيشن نعرف اللي مفهوم الهايبر سنسيتيفيتي. طيب بشكل عام ما هو تعريف الهايبر سنسيتيفيتي؟ هي جايه من كلمه هايبر وسنسيتيفيتي. هايبر معناها اكزاجيريتد، ايش معنى اكزاجيريتد؟ مبالغ فيه. وسنسيتيفيتي معناها سينستايزد. ما معنى سينستايزد؟ انه الخليه متحسسه السبيسيفيك الرجين او سبيسيفيك انتيجين. لو ما تشوف هذا الانتيجين على طول تعمل اتاك. زي ما لما نقول واحد شخص متحسس من شخص معين، اول ما يشوف هذا الشخص على طول يعمل رياكشن. فمعنى سينستايز، ما معنى سينستايز؟ معناها ان الخليه سينستايز اجين سبيسيفيك باثوجين او سبيسيفيك الرجين، وبالتالي تعمل اتاك. كويس، بناء على هذه الفرجمنتيشن لهذه الهايبر سنسيتيفيتي نقول الاتي، نعرفها نقول it is an exaggerated or هذا الاميون ريسبونس against certain antigen. الاميون ريسبونس هذا حيؤدي الى ايش؟ حيؤدي الريزلت حقه النهايه تيشو دامج. لكن للحقيقه التعريف هذا فيه misleading، ما هوش التعريف الصحيح. ليش؟ لانه مش كل الهايبر سنسيتيفيتي يحصل فيهم exaggerated. ساعات يحصل اميون ريسبونس طبيعي وناتج يحصل تيشو دامج، فمش كل التايب يحصل فيهم exaggerated. فبالتالي احنا نقول التعريف هذا ما هوش التعريف الاكزاكتلي الصحيح. فنعرف التعريف الاكزاكتلي او المضبوط انه اي تيشو دامج
دي تو اميون رياكشن نسميه هايبر سنسيتيفيتي. اذا ما هي الهايبر سنسيتيفيتي؟ هي اي تيشو دامج ناتج عن الاميون. ممتاز. طيب الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن في معنا فور تايبس، هم قسموهم ناس يقولوا 6 7 لكن اللي هم معتمدين هم فور تايبس، تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4. التايب 1 و2 و3 كلهم انتي بودي ميديتد، فالوسيط لابد ان يكون انتي بوديز، وما يمكنش يحدث اي تايبز من هذه الانواع الا اذا كان الوسيط انتي بوديز. التايب 4 هو سيل، اذا ما يحدثش تايب 4 الا اذا كان الوسيط سيل ميديتد. طيب الانتي بوديز اللي قلنا عليهم الان، التايب 1 لابد يكون الانتي بوديز من نوع اي جي اي، التايب 2 وتايب 3 لابد ان يكون الوسيط اي جي ام او اي جي جي، حنتناولهم كلهم ان شاء الله بالتفصيل. طيب حنتكلم على ديفينيشن لتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. ما هو الديفينيشنز لتايب 1؟ اول امر انه ات از ان ايميديت تايب، يعني سريع سريع. الامر الاخر انه هذا التايبز اوكيرز، يحدث عندما يحصل ان الالرجين رياكت وذ اي جي اي، هذا الاي جي اي مربوط على المسل. اذا فيري سمبل، كل ما في الموضوع انه لابد يكون معايا اي جي اي والاي جي اي مربوط على المسل، يجي الالرجين يرتبط على الانتي بودي اللي هو اي جي اي المربوط على المسل. ممتاز. اكيد لابد نعرف ايش معنى الالرجين. الالرجين نجي نعرفها نقول انها عباره عن هارملس environmental antigen، يعني موجودين في الانفايرمنت بشكل كبير هارملس. وعدد كبير حنشوفه من الالرجين في الانفايرمنتال هم اللي بيعملونا الالرجي او الهايبر سنسيتيفيتي. نعرف الالرجين بشكل اخر، انه نقول انه فورين، طبعا ما دام عمل اميون ريسبونس اكيد فورين، فذا هو عباره عن فورين سبستانس. هذه الفورين سبستانس لو ما يحصل لها انتري للاور بادي تعمل ستيموليشن للاي جي اي، بعبارة أخرى تدخل الألرجين تقول للآي جي إي إن كنت راجل اطلع لي أنت وحدك آي جي. ولذلك صفة أصيلة، لما نقول ألرجين معنى أن عندها قدرة أنها تعمل استيموليشن لل كيف حنعرفه؟ كيف تعمل استيموليشن للآي جي إي؟ حنعرفه الآن إن شاء الله. إذن اتفقنا أنه ألرجين أول ما يحصل له إنتري حيحصل ريليزينج أور برودكشن لل IgE. تمام. الالرجين زي ما اتفقنا منهم عدد كبير، حبوب اللقاح، البولينز اللي هي موجودة تجي في فصل الربيع بشكل عام، الدست، المولز اللي هي جزء من الفطريات، البيت ديندرز اللي هي مخلفات أكرمكم الله الكلاب ومخلفات القطط، دي يسموها بيت ديندرز. كثير من الاشياء اللي احنا تكون في الانفايرمنت زي بعض الفواكه، الناس متحسسين من البنانا، متحسسين من الكيوي، متحسسين من الفراوله، غير كذا بعض الاطعمه ناس متحسسين من البيض، متحسسين من السمك، كل ذي الرجين. ليش الرجين عندها القدره انها تعمل ستيموليشن الاي جي؟ تمام. اذا عشان ما نتوهش من بعض، اول امر الالرجين اللي قلنا عليه انتيجين، ايش مواصفاته؟ اول فري وفورن. فري ما هوش مرتبط مع اي حاجه، والامر الاخر انه ايش؟ اكيد فورن. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الانتي بوديز، ايش هو الانتي بوديز ذا؟ لابد الانتي بوديز انه اي جي اي فيكسد على ماسل. جميل. تعالوا نشوف الميكانيزم الاساسيه في حدوث الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1. الهايبر سنسيتيفيتي في اسينشال بلايرز، لاعبين اساسيين عشان تحدث الهايبر سنسيتيفيتي. اللاعب الاساسي هنا الماست سيل والبازوفيل. بازوفيل في البلد، لما تروح للتيشو ماست سيل. اذا هذا اللاعب الاساسي لها الخلايا اللي هي ماست سيل او بازوفيل، وقلنا بازوفيل موجوده في البلد لما تروح للتيشو نسميها ماسل. هذه الماسل موجوده في جسمنا بشكل كبير. فين موجوده؟ موجوده اراوند كل البلد فيزلز، موجوده اراوند اور اندر المايكوزال لايننج للريسبيراتوري سيستم، موجوده اندر المايكوزال لايننج للجي اي تي.
موجودة كمان under the mycosal lining للurinary tract، موجودة في السكن بشكل كبير. إذن هي scattered في كل جسمنا الماست سيل، وهنا خطورتها تكمن. طيب الأمر الآخر إنه لابد نفهم حاجة في الماست سيل، إنها فيها granules نسميها preformed granules. ما معنى preformed؟ يعني granules فيها chemical substance جاهزة، فنقول عليها preformed. إذن ودي نقطة مهمة لأنها حتساعدنا في الميكانيزم. إذن في preformed granules موجودة في الماست سيل. عشان تحدث الميكانيزم of hypersensitivity لابد من أمرين، وما يمكنش تحدث الhypersensitivity إلا إذا تحقق هذان الأمران. الأمر الأول first exposure نسميه synesthetization، والأمر الثاني نسميه second exposure اللي نقول عليه degranulation، أو نسميه حتى effector cell. إذن عشان تحصل أو تحدث الhypersensitivity type 1 لابد من شرطين، first exposure وسكند اكسبوجر. ما يمكنش تحدث الا بهذين الشرطين. طيب تعالوا نتناولهم واحد واحد. الفيرست اكسبوجر في المناعه الطبيعيه اللي تحدث عندنا يحصل الاتي، يحصل مش طبعا انتوا حتساعدوني في هذا، يحصل انتيجين صح؟ بعد الانتيجين يحصل له انتيجين بريزنتنج سيل، قولوا صح. ممتاز. الانتيجين بريزنتنج سيل دي حتاخذ الانتيجين وتعمل له فريجمنتيشن وحتعمل له بريزنتنج على الام سي كلاس 2. برافو عليكم 2. ممتاز. بعد كده حتيجي تي هيلبر سيل صح؟ التي هيلبر سيل حترتبط بسبيسيفيك تي سيل ريسبتورز مع الام سي كلاس الفراجمنت اللي معروضه على الجروف، وحيحصل البرايمري بايندينج اور الفيرست سيجنال والسكندري سيجنال عشان يحصل اكتيفيشن. بعد ما يحصل اكتيفيشن وبروليفريشن مش حتطلع سايتوكاينز. يس السايتوكاينز دي مش حتعمل بي سيل بروليفريشن وبي سيل ديفرنشيشن، فحيحصل تتحول الى بعد ما يحصل بروليفريشن البي سيل هتحول بلازما سيل وتطلع. هذا الوضع الطبيعي صح؟ قولوا صح. ممتاز. شوفوا اللي حاصل الان، التفسير الان اللي ضابط نستوعبه الان. واحد شخص متحسس من الارجين، الالرجين مش اتفقنا قبل شويه انه فورين اتاخذ هذا الالرجين بالانتيجين بريزنتنج سيل؟ قولوا كويس. بعد ما حصل له فريجمنتيشن عرض على ام سي كلاس 2. ممتاز. جات له تي هيلبر سيل. النقطة الآن اللي يحصل إيش اللي يحصل؟ لو ما جات له تي هيلبر سيل، هذا البايندينج الآن مش الألرجين، الألرجين عمل استيموليشن في للأنتيجين بريزنتينج سيل لأنتيجين. هذا الجين آسف، هذا الجين اللي حصل له استيموليشن وحيحصل له جين إكسبريشن وحيحصل له ماسنجر آر إن إيه وحيحصل ترانسكريبشن وترانسليشن، هذا الجين هو سبيسيفيك البرودكشن انترلوكين 4، وبالتالي حيحصل هاي برودكشن اوف انترلوكين 4. ومش كذا 4 لوحده، وكمان لجين اخر اسمه انترلوكين 13. فحيحصل الاتي، كون انه اذا التي سيل دي حصل لها ستيموليشن لجين، الجين ذا ريسبونسبل لانترلوكين 4 وانترلوكين 13، حيحصل هاي برودكشن لمن؟ لهذه الانترلوكين اللي هي سبيسيفيك انها تعمل كلاس سويتشنج من الاي جي ام الى الاي جي اي، فبالتالي حيكون معانا اي جي اي بنسبه كبيره. لكن النقطه اللي لابد لا تنسوهاش، يحصل اي جي ام ايوه يحصل، بس على طول يحصل له كلاس سويتشنج. ليش يحصل كلاس سويتشنج؟ لانه كميه الانترلوكين 4 والانترلوكين 13 عاليه، فبالتالي حيحصل كلاس سويتشنج ويتحول الى اي جي. الان معايا اي جي اي، الاي جي اي ده اللي معاي ده الالرجين، وحيطلع الاي جي اللي اتفقنا عليه بهذه الطريقه، حيروح سايتوتروبيك على الماست سيل، لو سبيسيفيك ريسبتور على الماست سيل، فحيظل سايتوتروبيك. السؤال لكم، هذا المنظر هل في سيمتومز معينه خاص ولا في اي سيمتومز؟ يعني لو انا مثلا عندي حساسيه لالرجين معين وعادوا بسم الله الرحمن الرحيم اول مره تعرض، حاخذ الالرجين. نفترض ان عندي حساسيه من البولينز حبوب اللقاح، حاخذ الالرجين، الميون سيستم حيتعامل معاها، حيروح تجي تي هيلبر سيل وحتطلع زي ما قلنا كميه كبيره من الانترلوكين 4 والانترلوكين 13، حيحصل برودكشن لاي جي ام صحيح، لكن حيحصل له على طول كلاس سويتشنج للاي جي. الاي جي جي كميته كبيره، اذا حيروح سايتوتروبيك على الماست سيل وبس. هل اعاني شيء خالص ولا اي سيمتومز اطلاقا؟ ولذلك من هنا نسميها سينستايزد،
ما معنى سينستايز؟ انه لو حصل مره ثانيه حيحصل الرياكشن. ممتاز. الان حنشوف الديجرانيوليشن. حصل انه الان زي ما اتفقنا انه مش حيحصل ديجرانيوليشن بالتاكيد الا اذا كانت الماستل اوريدي عليها اي جي اي. برافو عليكم. الان حيجي ذا سيم الارجين، وهذه مهمه جدا، نفس الارجين اللي عمل الاستيموليشن، حيجي السيم الارجين وحيرتبط مع الماستل. لو ما يرتبط مع الماسل حيعمل حاجة بنسميها ديجرانيوليشن، فالماسل دي حتطلع كل الكيميكال ميديتورز. بس النقطة المهمة اللي لابد نعرفها انه عشان يحصل الديجرانيوليشن لابد يحصل حاجة بنسميها كروس لينكد. ايش يعني كروس لينكد؟ يعني في معايا تو مولكيول اوف انتي باديز ات ليست دوري، فيرتبط واحد بالفاب اللي هنا وواحد بالفاب اللي هنا، فيحصل هذا الكروس لينكد. الكروس لينك ذا حيخلي السل يحصل لها ديجرانوليشن وتطلع كل الكيميكال ميديتورز. طيب اعيد هذا الموضوع وحتكلم عليه بالتفصيل. اتفقنا تماما انه عشان يحصل الهايبر سنسيتيفيتي لابد من تو ستيجز اور تو فيزز. الفيز الاول سميناه سينستايزيشن، والفيز الثاني سميناه، وقلنا ان الطور الاول اللي هو الفيرست اكسبوجر حيدخل الانتيجين الالرجين، حيعمل ستيموليشن للاي جي اي. الاي جي اي ده حيكون سايتوتروبيك على الماست سيل او على البازوفيل. بعدين ذا سيم الالرجين حيدخل السيم الالرجين قد الانتيبادي جاهزه له على فين؟ على الماست سيل، فبالتالي حيرتبط معها، حيكون هنا سكند اكسبوجر، وضروري يحصل حاجة بنسميها كروس لينكد، حيحصل ديجرانوليشن وتطلع كل الجرانيولز أو الكيميكال ميدياتورز وحتعمل الكلينيكال مانيفستيشن. طيب حتكلم عليهم بالتفصيل. الآن مشكلتنا كلها زي ما قلنا اللاعب الأساسي هو الماست سيل. طيب تعالوا نشوف إيش اللي حيحصل الآن خطوة خطوة. هذه ماست سيل صح؟ ومن شكلها إيش قدامكم تشوفوها؟ سينستايزد. وين دي جرانيوليشن؟ سينستايز. هي سينستايز يعني لو تعرض لهذا الشخص اللي عنده الماست سيل بهذا المنظر حيحصل عنده دي جرانيوليشن. تعالوا نشوف كيف حيحصل الدي جرانيوليشن خطوه خطوه. احنا قلنا عشان يحصل ضروري السيم الارجين يحصل له انتري. حصل للسيم الارجين انتري، وقلنا لابد يكون كروس لينكد، يعني في تو مولكيولز، واحد فاب من هنا وواحد فاب من المولكيول الثاني، فحيحصل هذا حيؤدي الى الكروس لينكد. ممتاز. مش قبل شويه قلنا انه في معنى بريفورمد جرانيولز. تمام. هذا الكروس لينكد حيعمل تحفيز للبريفورمد جرانيولز وحيدفعها الى السيرفس حق الماست سيل وحتبدا تعمل ريليزنج للكيميكال ميديتورز. لا هنا كويس. ممتاز. النقطه الثانيه، مش اتفقنا معنا كروس لينكد؟ هذا الكروس لينكد حيعمل ستيموليشن، طبعا ده كله خلال 15 دقيقه اللي حيحصل اللي هو الكيميكال ميديتورز اللي هي في الايرلي ستيج او في الايرلي فيس. النقطه الثانيه قلنا حيحصل معانا اللي هو كروس لينكد. الكروس لينكد ده حيعمل ستيموليشن للنيوكليوس. النيوكليوس دي مش فيها الجين اساسي الاساسيه حق الجين الاساسيه ريسبونسبل، حيحصل للجين دي ترانسكريبشن وترانسليشن وتطلع سايتوكاينز، ودي بس نسميها ليت لان ما هيش جاهزه. الكروس لينكد هو عمل الاستيموليشن لها، وما يمكنش يحدث هذا الا بعد البرايمري ريليزنج للكيميكال ميديتورز في الايرلي ستيج. طيب تعالوا نشوف النقطه الثالثه. كمان الكروس لينكد اللي حصل حيعمل استيموليشن لانزيمز بنسميه فوسفوليبيز اي 2، حيكسر الفوسفوليبيدز وحيحوله بعد الاراكودينيك اسيد الى ليكوترينز. الليكوترينز ده يعتبر late stage or late phase. كلاهما late phase ناتي عن السيتوكاينز والlate phase ناتي عن الليكوترينز، دول عاوزين من ساعتين إلى أربع ساعات عشان يحصل لهم releasing after إيش؟ after the early production للchemical mediators. لهنا كويس. هنتكلم على هذا كله خطوة خطوة. تعالوا نشوف the early إيش اللي حيحصل فيه اللي هو سميناه the preformed granules. اتفقنا هذه المصل صح؟ واتفقنا انه ذي في طور السينستايز. الان حيجي السيم الارجين، ذي الجرانيولز طبعا، حيجي السيم الارجين جاء. مش اتفقنا انه حيعمل كروس لينكد وحيعمل اكتيفيشن للجرانيولز دي انها يحصل لها موفمنت الى السيرفس وتطلع كل الكيميكال ميديتورز. الكيميكال ميديتور دي جاهزه بس انها تطلع جاهزه.
ايش الكيميكال ميديتورز دي؟ هيستامين والهيبارين والبروتيزس والايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور والنيتروفيل كيموتاكتيك فاكتور. تعالوا نشوف الاكشن حقهم واحد واحد. اول شيء الان هذه حصل ريليزنج للكيميكال ميديتورز، طلعت الهيستامين. الهيستامين لها سبيسيفيك ريسبتورز على البلد فيزلز، فحتروح للبلد فيزل وتعمل فازو دايليتيشن. لو كانت سيستميك اكيد حيحصل هايبوتنشن وحيحصل شوك، اكيد حتصبح دايليتد. الامر الاخر انه الهيستامين كمان في لها سبيسيفيك ريسبتور على الاندوثيليال سيل، فتعمل شرينك للاندوثيليال سيل. لما تعمل شرينك حتزود انكريز البرميابيليتي، فبالتالي حيحصل ليكج للفلويد. برافو عليك، حيحصل اديما. لهنا كويس. الامر الاخر الهيستامين لها سبيسيفيك ريسبتور على السموث ماسلز، فحتطلع الان الهيستامين وحتعمل كونتراكشن، يا البرونكوسبازم. الامر الاخر كمان الهيستامين لها سبيسيفيك ريسبتورز على الجلاند اللي بتطلع الميوكس، فبالتالي حيحصل ميوكس سيكريشن. كمان الهيستامين لها سبيسيفيك ريسبتور على السنسوري نيرف اندينج، فبالتالي حتيجي وحيحصل الاتشنج. رائع جدا. غير كذا مش اتفقنا ان معنا بروتيز؟ البروتيز سي 5 معنا كومبوننت، الكومبلمنت حقنا سي 5 والسي 3. السي 5 والسي 3 دول موجودين كومبلمنت كومبوننت. البروتيز ده حيروح يكسر السي 5 الى سي 5 اي وسي 5 بي. لما تطلع السي 5 الان قول لي ايش حتعمل السي 5؟ واحد صحيح كيموتاكسس، وحتدعي من؟ نيتروفيل اكيد، بس لها فانكشن ثانيه مهمه. السي 5 اي كمان حتعمل ديستراكشن لماسل، فشوفوا كيف حتعمل ديستراكشن لماسل بالضبط، حتعمل ديجرانوليشن. وكمان ولذلك حنقول لما نقول تعمل ديجرانوليشن نون سبيسيفيك، لانه مش معنا في الكومبلمنت الالترناتيف باث واي واللاكتين باث واي، مش يطلع منهم كمان سي 5؟ فالسي 5 اللي حيطلع مش جزء منه سي 5 اي، حيعمل تكسير للماسل عشان تطلع الجرانيولز وعشان يحصل الانفلاماتوري. وعلى فكره احنا نسميها في المناعه نسميها انفلاماتوري بارير، لانها تعمل لوكاليزيشن للانفكشن. طيب كمان البروتيز حيكسر السي 3، حيحوله الى سي 3 اي. السي 3 اي كمان حتعمل ديستراكشن للماسل وحيحصل دي جرانيوليشن. مش اتفقنا ان معنا النيتروفيل كيموتاكتيك فاكتورز ومعنا ايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور؟ ده حتخرج وحتدعي كل النيتروفيل والايزينوفيل. دي من ضمن اللي هي قلنا عليها كيميكال ميديتورز جاهزه من الجرانيولز اللي موجوده في الماسل. هذا بالنسبه للبرايمري. البرايمري كل من الاكشن حقهم واحد، بس الهيستامين هو الاعلى فيهم وهو اهم واحد وهو الاسرع. طيب الليت فيس اللي قلنا حتحدث بعد ساعتين الى اربع ساعات، ما يمكنش تحدث الا بعد خروج الكيميكال ميديتورز من البريفورمد جرانيولز. مواصفاتها بتعمل نفس السيمتومز بس اعلى، نفس الميكانيزم اللي قلنا عليها فازو ديليتيشن وانكريز بالمبيليتي كله بس بشكل اعلى. الامر الاخر كمان حتستمر وقت اطول. بالتاكيد هذه مش في النهايه حيكون في انفلاماتوري ريسبونس، حيؤدي الى التيشو دامج، وحنعرف بعد شويه كيف حيحصل التيشو دامج. اتفقنا انه سينستايزد وجاءت لها السكند اكسبوجر، اكيد عمل اول شيء عمل ديجرانوليشن. الامر الثاني مش قلنا انه حيروح للنيوكليس وحيحصل ترانسكريبشن وحيحصل ترانسليشن، وبالتالي حيحصل سايتوكاينز. السايتوكاينز هنا اللي حتطلع، وركزوا معي، هذه سايتوكاينز حتطلع من الماست سيل. سايتوكاينز من فين؟ من الماسل. هذه السايتوكاين انترلوكين 1 و 3 و 4 و 5 و 13 وتيومر ريكروتيك فاكتورز. مش اتفقنا من زمان ان الانترلوكين 3 والانترلوكين 5 يعملوا اتراكشن للايزينوفيل؟ فالايزينوفيل دي حتعمل كيموتاكتيك. الايزينوفيل دي معها سبستانس، السبستانس بتحصل لها ريليزنج وتؤدي الى تيشو دامج. مش اتفقنا انه معانا، ركزوا معي، معانا من الماسل كمان انترلوكين 4 صحيح، وحتكون موجودة تي هيلبر 2 كمان موجودة. فبالتالي ركزوا معي، حيطلع تي هيلبر 2 حتطلع كمان انترلوكين 4، وكمان معايا انترلوكين 4 من الماسل، فحيحصل انكريز الاي جي اي برودكشن. الاي جي اي ده حيمارس كمان نفس الدور في حصول اللي هو دي جرانوليشن للماسل.
الليت فيس اتفقنا قبل شوية نفس الوضع، ما لا تنسوهاش، ما يحصل ضروري يحصل كروس لينكد، حيحفز انزيم او انزيم سميناه الفسفولايبيز اي 2. الفسفولايبيد حيكسر الفسفوليبيد، لو ما يكسره حيحوله الى اراكادونيك اسيد. الاراكادونيك اسيد له تو باثوي، لايبو اوكسجينيز حيحوله الى ليكوترينز، والسايكلو اوكسجينيز حيحوله الى بروستاجلاندين. حيحوله الى بروستاجلاندين. الليكوترينز لكم ان تتصوروا الاكشن حقه ألف مره ضعف الهستامين. فشوفوا كيف الليكوترينز حيكون له دور كبير جدا، وبعدين ذا كله دور في الليت. وبعدين على فكره نيجي احنا نعطي شخص انتي هستامين وقد في طور الليت ما عاد ينفعش معه الانتي هستامين، عاوز الانتي ليكوترينز. طبعا البروستاجلاندين بيعمل فازوجينيك وبيزود كمان السكريشن. طيب النقطه المهمه، المفروض اسالكم انا قبل ما، هل ممكن انه احنا نجي نقول ان الماست سيل نون سبيسيفيك؟ يعني هل ممكن انه اكثر من الارجين يكسروا الماست سيل في نفس الوقت؟ اللي يقول ايوه، اللي يقول لا يرفع يده. ايوه يشتغل مع اف سي سي، يعني صح، برافو عليك. بس ايش يعني اكثر من صحيح كلامك، تفضل. طيب ما صادفتوا واحد في حياتكم ان عنده الارجين اكثر من نوع؟ في حد معه اجابه كمان؟ فكروا، اجابه حلوه على فكره. طيب الاجابه اللي قالها اجابه ممتازه جدا، لانه اساسا الماسل يلتصق بها الاف سي بورشن، والاف سي ما هو سبيسيفيك حق الاي جي اي. فتخيلوا السبيسيفيكيشن هو في الفاب، فلكم ان تتصوروا هنا شايفين هذا الاف سي بورشن هو اللي التصق هنا بالرجين معين، هنا التصق بديفرنت الرجين، هنا بديفرنت الرجين لماست سيل واحده. فذي النقطه، لانه الاف سي بورشن هو ثابت لكلهم، الخلاف هو في الفاب اللي بيلتصق فيه الانتيجين. واضحه؟ تمام. طيب في معنا اكسرسايز 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3. ها لو سمحتوا حوزع لكم 1 و 2 و 3، طبعا بس حنزود الوقت الى 6 دقائق. ركزوا معي فيهم، حلوهم، لانه في النهايه حنعمل كيس ستدي. فحاعطيكم، تفضلوا 1 و 2 و 3. طيب تعالوا نحل الاكسرسايز سويا مع بعض. اتفقنا كالاتي، انه عاوزينكم تتنبؤوا ايش اللي حيحصل لو حصل انه الماست سيل دي حصل لها دي جرانيوليشن في البرونكيال تري، ايش اللي حيحصل؟ يفترض انه زي ما دائما نكون نعمل الدياجرام، هذه اتفقنا انه الابيثيليال سيل، ودي الميوكس جلاند، وهنا في بلاد فيزلز، وفي كمان معانا المسل سموث مسلز. فايش اللي حيحصل؟ حيحصل الاتي، طبعا دي الماست سيل كلها سكاترد زي ما اتفقنا، سكاترد الماست سيل موجوده، حصل دي جرانيوليشن، اكيد حيحصل فازو دايليتيشن، وحيحصل انكريز في البابيليتي. ده حيؤدي ليش لو ما يحصل ليكج؟ صحيح، اوديما. الاوديما دي حيحصل لها بريشر على اليومن نفسها. جميل. مش حيحصل ماسل سموث ماسل كونتراكشن؟ بالتاكيد سبازم. فشوفوا كيف حيحصل سبازم، بالتاكيد حيحصل كمان الميوكاس سكريشن. مش قلنا الهيستامين حيحصل له ريليزنج ولو سبيسيفيك ريسبتور، فحيحصل انكريز في الميوكاس سكريشن. الامر الاخر دي كلهم حيجتمعوا، ده طبعا الميوكاس سكريشن،
كلهم طبعا مش اتفقنا معانا في الـ في البري فورمد جرانيولز، مش اتفقنا معانا نيتروفيل كيموتاكتيك فاكتور وايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور، ده كله حيؤدي الى لاتي، حيحصل كلها انفلامد الاريا، حيحصل اير واي اوبستراكشن. الامر الاخر حيحصل اكيد ديفيكلت في البريثنج، حيحصل فيه معانا ميوكس سيكريشن بالاضافه الى الويزنج. طبعا اذا زادت الامور دي فيتال بالنسبه للبرونكيال ازما. طيب الاكسرسايز الثاني هذا الشكل اللي قدامكم. الان لو جينا رقم ايه، ايش رقم ايه؟ رفع الايدي، رفع الايدي، رفع، تفضل. الارجين، يس. الان البي، ايش البي هذه؟ لحظه، هذه اف سي بورشن للاي جي اي. طيب السي ايش هي؟ اكيد دي ماسل. طيب الدي ايش هو؟ اي جي اي. طيب الاي ريفرم جلد. طيب الان من الشكل اللي تشوفوه هذه الماس سيكل في اي طور؟ اذا دي سنستايل. لو حصل سكند اكسبوجر هيحصل دي. ما شاء الله رائعين. طبعا هذه زي ما قلتوا الارجين، وهذه الاف سي للاي جي اي، وهنا الماس سيل بالتاكيد، هنا بري فورمد جرانيولز، وهنا الاي جي اي. طيب الاكسرسايز اللي كان معاكم كمان اللي اتفقنا عليه انه كيف حيحصل ان الكيميكال ميديتورز يحصل لها ريليزنج، اتفقنا في معنى 3 ميكانيزم. الميكانيزم الاول قلنا في معنى ضروري يكون في كروس لينكد، اهو جاء الالرجين وعمل كروس لينكد. الان حيعمل ستيموليشن للبري فورمد جرانيولز وحيخليها تتحرك الى السيرفس وحيحصل دي جرانيوليشن، حتطلع ايرلي كيميكال ميديتورز، هذا سميناهم هستامين وهيبارين. ممتاز. الامر الثاني الكروس لينكد حيعمل ستيموليشن للنيوكليوس، حيحصل ترانسكريبشن، حيحصل ترانسليشن، حتطلع سايتوكاينز. السايتوكاينز دي اللي حتطلع حتشارك في الرياكشنز، وسميناها ليت لانها بعد الى ساعتين الى اربع ساعات. الامر الاخر مش اتفقنا انه الكروس لينكد حيعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه ممتاز، ده حيكسر فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد لما يتكسر حيتكون اراكودينيك اسيد في تو باثوي، الليكوترينز والبروستاجلانديز. واتفقنا ان الليكوترينز ده ألف مرة ضعف الاكشن حق الهستامين. ممتاز. تعالوا نشوف الديزيز. الديزيز فيري فيري سمبل. احنا نقول عليها انه في معنى تو ديزيز، في انافلاكسس وفي انافلاكتويد. اويد ايش معنى اويد؟ شبيهة بالانافلاكسس. تمام. الانافلاكسس نقسمها قسمين، يا تحدث لوكالايز يا تحدث سيستميك. لو حدث سيستميك حنسميها سيستميك انافلاكسس ونسميها انافلاكتيك شوك، ولو حصل لوكالايز حنقول عليها ممكن نقول لوكالايز انافلاكسس ونسميها اتوبي، وحنقول ليش اتوبي بعد شويه. في مصطلح انتم عارفينه المفروض، لما نقول احنا بروفلاكسس وفي انافلاكسس، البرو جايه من بيفور وفلاكسس معناها بروتكت، يعني انه يحصل بروتكشن قبل ما تحدث حاجه، وذلك نقول عليها بروفلاكسس. لكن لما نقول انافلاكسس، الانا معناها without والفلاكسس معناها بروتكشن، يعني بدون حمايه، وذاك من هنا جاءت تسميه انافلاكسس، انه ذا حدث له وما معوش اي حمايه. طيب بالتاكيد الامر الخطير اللي نقول حيحصل سيريس ديزيز اللي هو بالنسبه للسيستميك انافلاكسس، وذا حيكون يوجوالي مش قلنا في فازو ديليتيشن، لو كان سيستميك وحصل فازو ديليتيشن مش حيحصل ديكريز في البراد بريشر، حيحصل شوك، انكريز برميبيليتي، برونكوسبازم، ارتيكاريا، حيحصل شوك، واذا ما لحقوش المريض ده حيحصل له ديث. ده بنقول عليها سيستميك انافلاكسس او انافلاكتيك شوك. جميل. مثال كل مش طبعا بدرجه اساسيه البنسلين كيفالوسبورين دول بيؤدوا الى انافلاكتيك شوك، بس ولذلك احنا دائما نقول لابد من تجربه الحساسيه. طيب في سؤال كويس الدكتور عدنان معنا حيشاركنا فيه. الان لو واحد عنده طفل عنده روماتيك فيفر، مش احنا نعطيه كل 21 يوم بنزاثين بنسلين؟ طيب احنا ضروري، هو اخذ الحين اخذ الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الرابع، كل شهر لابد نجرب له الحساسيه، مع ان احنا جربناه مره وما حصلش عنده اي شيء.
ممكن نصل الى خامس شهر سادس شهر نقول نجرب حساسيه. طيب يا جماعه انا جربت له اول شهر ما عنده اي مشكله، لابد نجرب له حساسيه. ليش تتوقعوا؟ تفضل. ها هي طبعا رير، لكن قالوا ممكن يحدث انه اخر انجكشن هي اللي عملت سينستايزيشن، فبالتالي الانجكشن اللي بعدها حتعمل ديجرانيوليشن، ومن هنا عشان الاطمئنان انه دي سيستميك وحتادي الى انافلاكتيك شوك وممكن يروح فيها، فبالتالي نجرب له. طيب البنزاتين بنسلين هو تريتمنت تبو هذا بروفلاكسس عشان بس نحميه ما يتعرضش لاي ستريبتوكوكال انفكشن بس. جميل. اذا اول واحده بالانجكشن اللي بتعمل سيستميك انافلاكسس اللي هي انافلاكتويد انافلاكتيك شوك اللي هي البنسلين. التخدير لابد نتاكد من بالنسبه لمواد التخدير انها ممكن تعمل انافلاكسس. لسعة النحلة ممكن تعمل سيستميك. الرابشر للهايدايتد سيست، السائل الفلويد اللي في الهايدايتد سيست ده مور الارجيك، الارجين بشكل كبير، وهي لو حصل لها رابشر سيستميك فبالتالي ممكن تؤدي الى انافلاكتيك شوك. الاتوبي كالاتي، الاتوبي من اسمها احنا نجي نقول اتز اللوكال فورم، هي لوكال. ليش لوكال؟ لانها يوجوالي بتأفكت اورجانز واحد، ومن هنا سموها اتوبي. الاتوبي ذي اللي عاوزين نتفق عليه انه يوجوالي في فاميليال تندنسي لميك اي جي اي. يعني ايش؟ يعني الاب عنده حساسيه من دست مثلا، وصادف انه تزوج بمراه عندها حساسيه من الدست. اذا في جين عند الاب وجين عند الام حيورثوه للابناء، 50% من الابناء حيحصل عندهم انه جين للحساسيه اللي كانت عند ابوهم. ولذلك احنا نجي نقول والان اصبحت السترونج ايفيدنس انه بالنسبه للاتوبي انه في فاميليال تندنسي لبرودكشن اور ميك اي جي اي، فحيحصل الجين اللي عند الاب او الام حيورث للابناء. هذا الجين مسؤول ريسبونسبل برودكشن هاي انترلوكين 4. الهاي انترلوكين 4 اكيد اذا حصل له برودكشن هاي حيحصل برودكشن للاي جي اي. الاي جي اي زي ما اتفقنا حيحصل له سايتوتروبيك على الماسل، وبالتالي لو حصل سكند اكسبوجر حيحصل دي جرانيوليشن. طيب اللوكلايز زي ما اتفقنا انه في معانا لانها لوكلايز ممكن حاجات بالانهيليشن، زي واحد يستنشق الدست يستنشق البولينز اللي هي حبوب اللقاح في فصل الربيع. كمان اللوكالايزد في كونتاكت، الناس على فكره سبحان الله متحسسين من الصوف او نايلون، يجي النايلون على جسمه لو كله ارتكاريا، اذا ذا سينستايزد للنايلون او للصوف، او بعضهم حتى العطر معين سينستايزد له، فبالتالي حيحصل عنده ارتكاريا بشكل كبير. الامر الاخر في حاجات الانجشن للفود، في ناس متحسسين من البيض، ناس متحسسين من السمك، من الكيوي، من الفراولة، كثير من الأشياء اللي ممكن تكونوا متحسسين منها. الارجيك رينايتس ده من أشهر الأشياء، إنه كل اللي يحصل راني نوز ويحصل سنيزنج على طول. أنتوا عارفين لو تشوفوا عاوزين تشوفوا الارجيك رينايتس تعرفوا أنتوا سوق الملح صح؟ طيب في سوق الملح لو ما تروحوا سوق الملح في مكان يسموه مكان المعطارة، عشان خاطئ لما تروحوا جنسوا ربع ساعة تفرجوا للناس، فحتحصلوا واحد كل بعد ربع ساعة واحد ثاني يمر لو قدوا يعطس يعطس يعطس، معنى أنه أساساً هو سينستايد الألارجيك رانايتس، يعطس وقد شوية قد عنده راني نوز وعنده سنيزنج على طول، فذي بنقول أنه عنده ألارجيك رانايتس. وذلك زي ما قلنا أتوبي لأنها سبيسيفيك أو لوكالايز للون أورغانز. في ألارجيك نفس الوضع، ألارجيك كونجكتيفايتس، انه بيحصل انه في فورين الارجينز يدخل للاي فيحصل الارجيك، وباستمرار الشخص ده بيطلع عمليه ديسشارج من الاي. اللي هي الاشهر منها الهي فيفر اللي بيكون عند الشخص ده كونجكتيفايتس، وبيكون عنده كمان لوكالايز للنوز، يحصل عنده راني نوز ويحصل عنده سنيزنج ده بشكل مستمر. الخطيره طبعا هي برونكيال ازمه، دي صحيح لوكالايز لكن دي بتؤدي الى سيريس إلنس، ولا بد نتعامل معها معامله حقيقيه حتكلم عليها في المانجمنت. من ضمن الحاجات اللي هي الكونتاكت الاكزيما لها ديفرنت كوزز، ضمن احدى الكوزز لها انه يكون ديو تو هايبر سنسيتيفيتي، حيكون عند الشخص ده حيكون ريدنس السكن، حيكون عنده الاتشنج بشكل كبير، وسكالي وفي كراست. السكالي يعني محرفش يسموها، محرفش السكن حقه. طيب في معانا دي بالنسبه للسكالي، في معانا حاجه مهمه جدا بالنسبه
طبعا الجمبري، ودي نقطة مهمة لا تنسوهاش، لوكال صح، لوكال صح، لكن الشخص اللي متحسس من الجمبري حيأكل الجمبري ويحصل عنده صحيح دياريا وفوميتنج، لكن حيحصل ابزوربشن للالرجين، ولو ما يحصل ابزوربشن يحصل سيستميك. تصور، اعرف ناس انه لما يروح سوق السمك يطرح يده على الجمبري الا قد يده قد حمراء، فده معناه انه متحسس من الجمبري، ولذلك صحيح هي لوكال وبالانجيشن، لكن يحصل لها ابزوربشن للالرجين وتحصل المانيفيستيشن سيستميك. نفس الوضع بالنسبه لل يسموها حب العزيز، نسميها احنا ايوه، بعض الناس اللي ياكل حب العزيز نفس الوضع، ياكلها بالانجيشن يحصل عنده دياريا وعنده فوميتنج ويحصل ابزوربشن لها، وبالتالي تكون المانيفيستيشن سيستميك. في انجيشن كثيره زي ما قلنا، في معنى البيض، معنى الفراوله، معنى الشوكولاته، عدد كبير منهم بياكت از الرجين، وبالتالي يحصل دياريا وفوميتنج. النقطه اللي ننساهاش هي عتبي صحيح لكن وتعمل انافلاكسس لوكال، لكن حيحصل لها ابزوربشن وتحول الى سيستميك. دي اللي اتفقنا عليهم، انه في معانا حاجه بنقول عليها سيستميك وحاجه لوكالايزد. احنا مش اتفقنا في البدايه في معانا حاجه بنسميها انافلاكتويد. انافلاكتويد، شوفوا احنا نجي نقول الماسل دي قبل شويه قلنا انها نون سبيسيفيك صح، وكمان سنسيتيف. يعني ايش سنسيتيف؟ لو واحد تعرض لدرج زي المورفين زي الكودائين حيحصل ديستراكشن للمسل. هل في اي جي هنا؟ ما في اي جي، ولذلك هنا نسميها شبيهه بالانافلاكسس وسميناها انافلاكتويد. واحد مش معنا احنا في الانيت اميونيتي معنا الكومبوننت سي 3 اي وسي 5 اي حتكسر المسل، وبالتالي ما فيش اي جي ونسميها انافلاكتويد. كمان عضت صح، نسميها عضه ولا عضه ثعبان، بتعمل لدغه، بتعمل ديستراكشن للماسل. اكيد الفيزيكال اكسبوجر زي واحد تعرض لسيفير سانلايت حتعمل ديستراكشن للماسل، وبالتالي حيحصل عنده دي جرانيوليشن وحيحصل عنده ارتيكاريا. في اي جي اي؟ ما في اي جي اي، ونسميها انافلاكتويد. طيب الان السؤال لكم، بس السؤال ده تجاوبوه بالنظر حليته. طيب نسمعه منكم. الانتيجين ايش هو هنا؟ واحد برفع الايدي، تفضل. الارجين، برافو. والانتي باديز؟ اي جي. اي جي موجود على ممتاز. الميكانيزم لابد لا تنسوش، ما يمكنش يحدث الديزيز الا اذا كان حصل فيرست اكسبوجر اللي سماه سينستايزيشن وسكند اكسبوجر. طيب الانتيجين زي ما اتفقنا هو فري وفورين، الانتي باديز اتفقنا انه اي جي اي فيكسد على الماسل، وقلنا لابد فيرست اكسبوجر وسكند اكسبوجر. الفيرست اكسبوجر سميناها سينستايزيشن والسكند اكسبوجر دي جرانيوليشن. طيب الان الاكسرسايز رقم 5 لابد تحلوه. تفضل يا طيب هذه المنظر هذا عشان اسمع الاخوات، ايش المنظر هذا اللي قدامكم؟ ريستنج في الريستنج نورمال يس. هذا المنظر سينستايز رائع، وهذا المنظر رائع جدا. يعني كذا الدكتور عدنان حينبسط يعني. طيب هذا المنظر اذا. طيب الآن تعالوا للنقطة المهمة جدا، شوفوا حيحصل فقط 20% من الناس يحصل لهم ألرجي، 80% ما يحصلش. ليش؟ تكلم 20% حتكلم في تو كونسبت،
الكونسبت الاولى اللي بيسموها لا زالت هايبوثيسيس يسموها هايجين هايجين هايبوثيسيس والثانيه يسموها جينيتك بريديسبوزنج. تعالوا نشوف الهايجين. الهايجين يجي يقول العلماء انه كلما زاد في بلد زادت الباراسيتيك انفكشن الورم انفكشن حتقل الهايبر سنسيتيفيتي. ليش؟ لانه حتطلع اي جي مشغوله بالورمز والحمد لله ما تجي مصايب الا ربك يقدم من فوق. فهذه النقطه الاولى. لذلك الاوروبيين عندهم الحساسيه اعلى. ليش؟ لانه لما تقل الباراسيتيك انفكشن لو في اي جي حيكون فري، ولو كان الاي جي فري حيروح على برافو عليكم. هذا الاول صحيح. تعالوا نشوف الجينيتك بريديسبوزنج. الجينيتك بريديسبوزنج خلاص الان مش اتفقنا واحنا نناقش في البدايه السيكونس الاساسيه للانتي بودي برودكشن؟ قلنا انه يحصل انتيجين بريزنتيشن. صادف انه هذا الارجين الام اتش سي كلاس 2 مالوش جروف يحصل له اكسبريشن. يعني ايش؟ يعني انا ما عنديش حساسيه مثلا بالبنسلين. ليش ما عنديش حساسيه جينيتكس؟ انه الفراجمنتس دي ما قدرت تتاخذ على الام اس سي كلاس 2، ما فيش لها سبيسيفيك جروف على الام اس سي كلاس 2. واحد الاهم منها مش معانا تي سيل ريسبتورز عبر التي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل ما لهاش سبيسيفيك تي سيل ريسبتورز لهذه الالرجين، وذلك هذا حاجه بنقول عليها جينيتكس، انه الشخص ده الجين حقه حيطلع تي سيل ريسبتور سبيسيفيك للالرجين، وواحد شخص ثاني ما عندوش هذا الجين فمش حيطلع تي سيل سبيسيفيك ريسبتور لهذا الالرجين. يعني الاصل في الشيء انه يكون عنده؟ لا، الاصل ما عندوش الا اذا جاله الجين. طيب تعالوا نشوف هذه النقطه الثانيه. مش احنا الانترلوكين 4 حيشتغل على البي سيل على سبيسيفيك ريسبتور؟ وجد العلماء ان الناس اللي هم متحسسين او عندهم جينيتك بريديسبوزنج انه يحصل موديفيكيشن في الريسبتورز للانترلوكين 4. فلما يحصل موديفيكيشن للريسبتور يجي الانترلوكين 4 اهو، شوفوا حيجي الانترلوكين 4 وناتج انه حصل موديفيكيشن في الريسبتور حيعمل ماسف اكسبريشن للانترلوكين نمبر 4 اللي هو الابسلون. اهو شايفين الابسلون ده حيبدا يحصل له ماسف برودكشن، وبالتالي حيزيد الانترلوكين 4 وحيزيد اللي هو برودكشن اوف اي جي اي. فاحنا نجي نقول هنا ان الموضوع الى حد ما في جينيتك بريديسبوزنج. طيب تعالوا بسرعة عشان عاوزين نوصل للمهم اللي هو الثريت أو المانجمنت. اللاب دياغنوسيس في معنى السكن تيست أو يسموها بينكار تيست أو يسموها السكن بريك تيست. نجي يعملوا هيستوري، أنت متحسس من إيش؟ كل ما أكلت حاجة مثلا تحسست، كل ما تعرضت لحاجة تحسست، كل ما رحت لمكان معين تحسست. فمن خلال هذه الأسئلة نروح نعمل الكومن ألرجين ونعمل لهم نعمل الكومن ألرجين دي نحقنهم في الأرم وننتظر 20 دقيقة ونشوف الآتي. بعد 20 دقيقة طبعا نعلم على كل واحدة، احنا عارفين في كل واحدة ايش حقنا فيها. حنشوف الارثيمة. ليش الارثيمة؟ معناها ان الشخص ده عنده مصل سينستايز فجاء الالرجينز ذا وعمل ديجرانوليشن. الديجرانوليشن اللي حصل الانتفاخ وحصل الارثيمة هنا. فنجي نقول اذا انت متحسس من هذا وانت متحسس من هذا الشيء، وذي ببساطة نعملها وموجودة على فكرة اللي هي السكن تيست. ممكن نعمل ديتكشن للاي جي اي ان جنرال، حنشوف الاي جي اي ده انكريز ولا مش انكريز، وممكن كمان نعمل اي جي اي سبيسيفيك للاي جي، يعني سبيسيفيك للسبيسيفيك الارجين، يعني ممكن نعمل توتال اي جي اي او سبيسيفيك اي جي. في حاجه كانوا يعملوها زمان والان يفكروا يرجعوها يسموها بروفوكيشن تيست. يقولوا يجي واحد يقول انا متحسس، انا كل ما اتعرض لغبار تجيني اتاك. مش نتاكد احنا. نروح نشوف غرفة لها شهر لها سنتين ما انكنستش، ونجيب واحد ثلاثة مصلين على النبي اللهم صل وسلم عليه، وندخل الراجل فيها ونكنس الغرفة يموت يقول الله يرحمه كان عنده حساسية من الغبار. فذي هي طبعا مش بالشكل اللي أقوله، لكن هي استفزازي. اسمع، فيعرضوه للألرجين اللي هو ممكن يشتكي فيه، بس طبعا بس فول دوز عشان لو عنده الألرجي يقول الشخص اذا ده عنده الالرجي منها وبالتالي يعالجه. طيب تعالوا الان نشوف للامر المهم المانجمنت، امر في منتهى الاهميه. في معنى انافلاكتيك شوك وذي لابد لها سبيسيفيك مانجمنت، في معنى اتوبي، وفي معنى الحاجه الجديده اللي هي الاميون ثيرابي. فركزوا معي. الانافلاكتيك شوك بالتاكيد امرجنسي، اكيد ما فيها كلام. اكيد الابنفرين
اكيد الادرينالين حيعمل ايش؟ حيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل، حيعمل كونستراكشن للبلاد فيزلز، لانه احنا حصل عندنا فازو دايليتيشن، فذا امر اساسي ولا حيروح من الراجل. اكيد نعمل ماسل ستيبلايزر، اكيد نعمل كورتيكوسترويدز عشان يعمل سبريس للاميون سيستم، وكمان حيعمل انهيبيشن، هقول لكم عليه، حيعمل انهيبيشن كمان يا برافو عليك الفوسفولايبيز اي 2، وبالتالي مش حيكون في اراكودينيك اسيد ومش في ليكوترينز. اكيد لو احتاج الاكسجين انهيليشن نعمل له اكسجين انهيليشن. اتوبي اول امر افويدنس، انت متحسس بيض لا تاكلش بيض، متحسس من السمك ما تاكل سمك، بس صعبه دي صعبه ما حد ما حد، لكن هي الاساس على فكره في المانجمنت الاساس انه واحد متحسس من شيء يحصل يعمل له افويدنس. الامر الثاني اكيد الدراجز يستخدم الاتي، اكيد انتي هيستامين عشان نقلل الهستامين الاكشن الكبير له، اكيد انتي ليكوترينز، اكيد كورتيكوسترويدز في الحالات السيفير خاصه في البرونكيال ازمه. هذه الكورتيكوسترويدز زي ما انتم شايفين حتعمل بلوك يا فوسفولايبيز اي 2، فبالتالي مش هيحصل تكون للليكوترينز. اكيد برونكو ديليتور عشان الشخص ده ما يحصلش عنده يحصل عنده توسع للشعب الهوائيه. النقطة اللي كان يناقشني فيها أستاذي العزيز دكتور عدنان، النون ستيرويدز أنتي إنفلاماتوري دي كونترا إنديكيتد، ليش كونترا إنديكيتد؟ شايفينها؟ برافو عليكم، حتعمل بلوك لسايكلو، فكله حيتحول وبالتالي حيكون ماسف برودكشن ذو، فبالتالي دي كونترا إنديكيتد، وأسبرين وغيره كونترا إنديكيتد. وعلى فكرة شوفوا لو ما يكون شخص عنده أتاك وأنت كمان تعطيه الكونترا انتكيت الدرجز ده حيروح فيها، فدي من ضمن النقطة. يس. طيب تعالوا نشوف للأمر الحلو اللي اسمه إميون ثيرابي. أول أمر اللي بنقول عليه ديسنستايزيشن أو هايبوسنستايزيشن. الديسنستايزيشن هي المشهور. كيف يعني؟ قالوا المشكلة الآتي عندنا، المشكلة إنه تطلع عندنا تي هيلبر 2، التي هيلبر 2 حتطلع سايتوكاينز، السايتوكاينز هي اللي حتعمل برودكشن لأنتي بادي اسمه IgE. برافو عليكم. فقالوا فكروا يا جماعة احنا عاوزين نعمل شيفتنج، بدل ما تطلع التي هيلبر 2 نطلع التي هيلبر 1. فقالوا كيف نعملها؟ طبعا زي ما انتم عارفين التي هيلبر 2 حتطلع IgE، والهنا التي هيلبر 1 اكيد حتطلع سايتوكاينز اسمه جاما انترفيرون، وبالتالي حيكون كلاس سويتشنج IgG. فقالوا نمسك واحد عنده حساسية من الغبار، فنروح نحقن له الغبار كل يوم بفيري سمول دوزز، ويحصل كل يوم increase gradually. وجدوا العلماء انه بهذه الطريقه ما عاد يحصلش سيلكشن للتي هيلبر 2، يحصل سيلكشن للتي هيلبر 1، واذا حصل سيلكشن للتي هيلبر 1 حيحصل الاي جي جي، والاي جي جي لو حصل شايفين حيمسك في الاف سي بورشن للاي جي اي وحيظل بيرمننت لونج لاستنج، وبالتالي استطعنا ان احنا نتغلب على الدست. من المعوقات اللي لها بعض الناس حقيقة تيجي تتفاجأ إنه عنده 3 types of allergen وأكثر بعض الحين، فذي أنت عاوز تضطر إنك تعمل له sensitization or desensitization لكل واحد، لكن على فكرة بيعملوها وعلى فكرة نتائجها كويسة desensitization. طبعًا ده IgE اللي حينتج وحيكون ماسك في FC portion، وبالتالي حيمنع IgE FC portion اللي يلتصق على الماست سيل. طبعا الان اللي بيجيبوه الحديث المونوكلونال انتي بوديز، فذا ايش هو عباره عن ايش؟ لا مونوكلونال انتي بوديز هو اجينست السبيسيفيك اف سي بورشن، بس ذا باسيف اميونيتي يحقنوه على طول، فكل الاي جي اي المتكونه مش حتلتصق على الماسل لانه ذا حيعمل لها بلوك، حيعمل لها نيوترلايزيشن عبر البلوك الاف سي بورشن، وبالتالي مش حيكون اي انتي بوديز موجود على الماسل، لكن ده فقط ترانزينت. على فكره يعملوه ده متى؟ لو واحد مثلا مسافر لمكان معين حيتعرض لسبيسيفيك الرجين زي مثلا الغبار ولا غيره، فيروحوا يعطوه اياه كانجكشن، حتكون باسيف اميونيتي، حتعمل لفتره معينه وتختفي السمول الاي جي جي اللي هي المونوكلو انتي بوديز، ويرجع مرة ثانية انه يحصل سايتوتروبيك للماست سيل. طبعا ده هيمونايز، مش عارف انتوا اخذتوا في المونوكلو انتي بوديز انواعها، شايفين هذه الميكانيزم حقها بالضبط، هذا الاي جي اي اللي مفروض يلتصق على الماست سيل.
شايفين كيف المونوكلون انتي بوديز التصق بالاف سي بورشن وما خلاش التصق على على الاف سي بورشن، وبالتالي دي بس نسميها انها باسيف، ما هيش بيرمننت. باسيف اميونيتي قد تستمر شهر شهرين ويحصل عمليه ريليزنج الاي جي جي. طيب نناقش الكيس ستادي اخر شيء وبعدين نتفاهم، تفضلوا. واحد عمره 27 سنة عنده حساسية من البنسلين، قد عنده هيستوري حساسية من البنسلين، ما كانش يعرف الفيزيشن حقه، الفيزيشن حقه ما كانش يعرف هز فيزيشن ما كانش يعرف، وبعدين أعطاه كان يعاني من سيفلس فأعطاه سينجل دوز من البنسلين عشان يعالجه من السيفلس. على طول within minutes he developed urticaria, difficult in breathing and hypotension. أول سؤال ايش ال ايش الديزيز؟ يا سيستميك انافلاكسيس او نقول عليها انافلاكتيك شوك. انتبهوا بعحان نغلط نقول تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، صحيح تايب 1 بس تايب 1 هو فيك ترم، نقول انافلاكتيك شوك اور سيستميك انافلاكسيس. طيب الامر الثاني الكي بلايرز اللي اللاعبين الاساسيين مصل واحد الأساس اللاعبين الأساسيين مصل صحيح بازوفيل صحيح هاي جي صحيح. طيب الأرجين بالتأكيد لاعب أساسي، الاي جي اي أكيد لاعب أساسي، مصل وبازوفيل لاعبين أساسيين أكيد، هو سنستايز فلاعب أساسي إنه قد سنستايز أوريدي من قبل، وبالتالي حيحصل الديجرينيليشن لهذه المصل. طبعا زي ما قلنا الميكانيزم في فيرست اكسبوجر وفي سكند اكسبوجر ينتهي بالدي جرانيوليشن. قلنا ليش كونترا اندكيتد؟ لانه حيعمل شيفتنج للليكوتريز. يس كيف نعمل مانجمنت؟ يلا حناقشها كيف نعمل مانجمنت. ركزوا معي، لو ما قلنا نعمل مانجمنت لابد نفرق بين امرين، هل هي انافلاكتيك شوك ولا اتوبي. فاذا كانت طبعا ان جنرال احنا نقول افويدنس والدراجز واميون ثيرابي. بالنسبه للدراجز يا انافلاكتيك شوك لها سكه معينه ولا اتوبي له سكه معينه. أكيد لو كانت أنافلاكتيك شوك أكيد الإبنفرين لايف سيفينج، وزي ما قلنا بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل وبيعمل كونستراكشن للبلاد فيزلز. أكيد كورتيكوسترويد يتاخذ معهم. بالنسبة للأنتي الأتوبي أنتي هيستامين أنتي ليكوتريز الكورتيكوسترويد زي ما قلنا الإميون ثيرابي في معنى ديسنستايزيشن وفي معنى مونوكلونال أنتي بوديز. يلا جاهزين اليوم فين نبدأ؟ أنتوا طيب حبدا عندهم ركزوا معي. A child stung يعني stung التلسع by a pea he developed respiratory distress within minutes. This reaction is mediated by IgE antibodies. يا سلام IgG antibodies IgM antibody complement بالتأكيد IgE. السؤال لكم the outcome of first exposure in type 1 hypersensitivity is muscle degranulation. IgE binds to FC on muscle. ما شاء الله. جميل. IgM antibodies. Complement.
بالتاكيد هو الاي جي اي في في السنسيتايزيشن. ذا اوت كم اوف سكند اكسبوجر اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ماس سيل ديجرانيوليشن. ما شاء الله رائع. اي جي اي بايند تو الاف سي اون ماس سيل. لا اي جي ام كومبلمنت بالتاكيد. السؤال الرابع: ان اي جي اي ميديتد هايبر سنسيتيفيتي اول اوف ذا فولوينج ار نيدد فور انيشيشن. Antigen presenting cell. أيوة. إكسل. بعد حلقة بعدين. البي سيل. هاي جي أنتي باديز. ماست سيل. نتروفيل. أيضا كويس. خوفتوني قبل أن أخاف. دوري نجلس معكم جلسة خاصة بعدين بعد الدا. وبعدين فرحتهم هذا فرحتهم. يلا. Histamine released by mast cell leads to increased permeability. رائع. Airway constriction. يا سلام. Fever. Mucus secretion. Etching. حلو. Mast cell are لحظة. Mast cell are stimulated by IgE. ما لكم أصحابنا؟ أيوة. C3 وC5A. الكولد عن صلايت. تروما. هاي برافو عليكم صحيح. بدأت أخاف. طيب سبعة. What is the most powerful spasmogenic substance? طيب الهيبرين. هستامين. ليكوترينز. البروتيزز اكيد الليكوترينز. طيب ثمانيه. السؤال الثامن: a patient with severe asthma gets no relief from antihistaminic. The symptoms are most likely to be caused by histamine, heparin, ليكوترينز. انا قدرت خايف اصلا. برافو عليكم ليكوترين. What are the difference? أيوة الحمد لله أبشركم بيروحوا فيها. What are the difference between atopy and systemic anaphylaxis? لحظة. The allergen that triggers the response. The allergen triggers the response. لا. The concentration of chemical mediator released. تعرف إيه ده كمية صح؟ The site of reaction. The type of chemical mediator released. أكيد سايد. حاولنا ما في فايدة. عشرة. What is the most abundant and fastest chemical substance released by muscle? Leukotrienes. Histamine. Serotonin. Heparin. أكيد أكيد الهستامين. الفاست والداع هو الهستامين. لا. طيب. الخلاصة الكونكلوجن. انه اتفقنا انه كل ما في الموضوع انه في الارجين يعمل ستيميليشن لبرودكشن اي جي اي يحصل فيرست اكسبوجر وتكون سينستايزيشن. الامر الاخر انه سيم الارجين يحصل ديجرانيوليشن ويحصل اتوبي اور سيستميك. شكرا لكم. شكرا جزيلا.